ويقول الصندوق أن مصر لم تلتزم إلا بنصف هذه الأشياء. هنبيع إيه وإيه الأصول اللي إحنا هنجيب عليها فلوس؟ الفلوس فين؟ الفلوس هيتعمل بيها إيه؟ أنت كتاجر مسؤول عن مرونة السوق، إن السوق يبقى رايح جاي، يبقى فيه بيع وشراء علشان أجيلك تاني بكرة. ما أنت لو دبحتني النهاردة أنا هقعد أنزف في البيت، مش جاي تاني، مش هشتري تاني. أنا عايز بس أبشركم بحاجة، وأنا الحمد لله كل اللي قلته لكم حصل. اوعوا تقربوا من الأسعار تاني، لهتعفن، محدش هيقرب للحاجة، السوق هيخرب، محدش هيشتري حاجة، محدش هيقرب من حاجة. ده مش صح. يعني انت بتكسب ليه زيادة قوي كده؟ انت اتفقت معايا على اتفاق يعلى بره يعلى جوه، يوطى بره يوطى جوه. هيجي يوم انا والله مش عايز الكلام ده فيبتدي ينزل، انا مش هشتري بالسعر ده فيبتدي ينزل. فهذا امر يجب ضبطه مع التجار. ما هو احنا كمان الناس دي لازم تفهم انه لما السوق ينكسر كلنا هننكسر. لا لا، إيه انتوا بتكسروا السوق، محدش هتدللوا على الحاجه بتاعتكم بعد كده، هتعفن وترطب وهتدللوا عليه. انا بقول السوق ده العرض والطلب ده في خلل اكيد، في شيء غير طبيعي. انتوا بتاكلوا، انا بقول للتجار انتوا بتاكلوا اكتر من اللي قوتكم. حضراتكم عارفين ان على مدى اسبوع حملة محترمة من الشعب البورسعيدي لمقاطعة الأسماك لتخفيض أسعارها بعد الجنون في ارتفاع الأسعار. امبارح كان مرحلة هامة في هذه المقاطعة. ايه الحكاية وايه الموضوع؟ المقاطعة وصلت لإيه؟ ايه الاتفاق اللي وصلوا له؟ المحلات فتحت على ايه النهاردة؟ على أسعار عاملة ازاي؟ كل هذه الأسئلة. الأستاذ محمد غريب عضو حملة مقاطعة الأسماك في بورسعيد، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا أستاذ عمرو، أهلا وسهلا، وأهلا بمشاهدينك وكل المتابعين برنامج الحكاية على القناة المحترمة قناة MBC مصر. المقاطعة خلصت امبارح، خلصت على إيه؟ الحمد لله فندم. الأول خليني قبل ما أقول لك يا فندم، شعب بورسعيد محملني رسالة لحضرتك إن إحنا بنشكر حضرتك لاهتمامك الفائق بعرض الموضوع بكل حيادية، مما كان له الأثر الإيجابي في هذا الموضوع. الحمد لله يا فندم. اتفضل. خلال الحلقة السابقة يا أستاذ عمرو لما اتكلمت مع حضرتك في المداخلة قلنا إحنا خلصنا أو هنخلص المقاطعة، دلوقتي دور التنفيذيين. بالفعل اجتمع أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى مع الغرفة التجارية ونسقهم اجتماع كان بالأمس داخل الغرفة التجارية. حضروا جميع الأطراف الخاصة بالمشكلة، من صيادين، من أصحاب مزارع، من أعضاء المبادرة، وكل الهيئة البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى بمحافظة بورسعيد. بالتالي الأثر الإيجابي كان باين النهاردة في بيع السمك في بورسعيد. امبارح قعدنا واتفقنا مع التجار ومع أصحاب المزارع في الغرفة التجارية اللي بيرأسها الأستاذ محمد سعدة سكرتير عام غرف مصر التجارية، والنهاردة المحلات فتحت والناس بدأت تشتري سمك. من ضمن اتفاقنا امبارح في الاجتماع السعر يا فندم النهاردة كان بالاتفاق هينزل 10%، وخلال أسبوع هيقل السعر بنسبة 30%. يعني 10% عن إمتى؟ 10% كان النهاردة. عن السعر اللي هو كان غالي، السعر الغالي اللي احنا قطعنا عشانه. النهاردة بداية تنزيل الأسعار 10%. يعني السمك اللي كان ب70 النهاردة بقى ب60 مثلا، بقى ب50 كمان. ماشي. عايز اقول لحضرتك كمان ان النهاردة ما كانش 10%، ده النهاردة وصلت التخفيضات ل25%، وتم فتح منفذين في سوق بورسعيد الحضاري بيتباع فيه السمك بتخفيض 50%، خدمة من شعبة الأسماك في الغرفة التجارية للطبقة محدودة الدخل ببورسعيد. احنا منتظرين كمان يا فندم خلال أسبوع
هيتم تخفيض شراء السمك بنسبة 30%. ليه يا فندم؟ لأن احنا الحمد لله موسم تمليح السمك انتهى، فبالتالي مفيش حد، مفيش سحب بقى على السمك عشان يتعمل في سيخ. الله ينور يا فندم. فبالتالي دلوقتي المعروض من سمك البوري هيبقى زيادة، فبالتالي السعر زيادة. خليني أقول لك على أسعار النهاردة يا أستاذ عمرو، حاجة تفرح. طب يعني كيلو البوري بكام؟ البوري النهاردة السمكية الواحدة كنا بنشتريها ب 250، النهاردة ب 180، اللي هي السمكية في الكيلو. الكيلو؟ السردين النهاردة اللي هي الوجبة الشعبية البورسعيدية، السردين وصل سعره 60 جنيه. كان بيتباع ب 100 وكان بيتباع ب 110. الشبار الأبيض البلط الكبير كان بيتباع ب 90، النهارده بيتباع كيلو ونص ب 100. ده مهم. فالحمد لله المبادرة أثمرت وجابت نتائج إيجابية جدا 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 لصالح المواطن ولصالح الطبقة محدودة الدخل. طب التجار بيقولوا إيه؟ التجار كان عندهم مشاكل، وإحنا قاعدين في الاجتماع وإحنا تفهمنا مشاكل التجار، بيشتكوا من ارتفاع سعر السولر، بيشتكوا من ارتفاع الأعلاف، بيشتكوا من بعض المشاكل اللي بتواجههم زي ارتفاع قيمة اليوميات بتاع العمالة اللي معاهم، ان هم بني آدمين زينا برضك عايشين في نفس البلد وبياكلوا نفس الأكل اللي احنا بناكله، فبالتالي في ارتفاع في الأسعار، هم بيشتروا غالي زي ما احنا بنشتري غالي. فاحنا تفهمنا هذه الأمور، ولكن قلنا نخلي الفترة اللي جاية دي هامش الربح هيبقى بسيط. خليني من خلال منصة حضرتك الإعلامية المحترمة أوجه الشكر طبعا لكل الناس اللي حضرت للاجتماع، وأوجه الشكر لزمايلي أصحاب المبادرة وأصحاب فكرة المبادرة، وخلينا أوجه الشكر للهيئة البرلمانية اللي استجابوا لطلبنا من خلال برنامج حضرتك، وبالفعل تم التنسيق مع الغرفة وعقد اجتماع طارئ لعلاج المشكلة. وخليني أتوجه بالشكر لكل شعب بورسعيد وكل محافظات مصر اللي مشت ورا الشعب البورسعيدي اللي سطر ملحمة تتكتب في التاريخ، لأن الشعب البورسعيدي زي ما قلت لحضرتك. المهم يا أستاذ محمد نكمل، مش يوم والتاني وترجع الأسعار تعلى تاني. الاستدامة، الاستدامة في خفض الأسعار هي عنوان النجاح. لو الحد الجاي يا أستاذ محمد رجعت ريما لعادتها القديمة ما عملناش حاجة. برافو عليك، واحنا متابعين والتموين متابع، واحنا متابعين وجمعيات حماية المستهلك متابعة والتموين متابع معانا. حاضر الأستاذ محمد، أستاذ محمد غريب عضو حملة مقاطعة السمك بمحافظة بورسعيد، بشكرك. سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. سؤالي الاول، هل موضوع قطع الكهرباء ده له نهايه ولا هيفضل مستمر لفتره؟ اكيد يا فندم له نهايه. في الفتره الحاليه احنا ذكرنا بكل شفافيه من قبل شهر رمضان انه بعد شهر رمضان وبعد عيد الفطر المبارك سنعود لتخفيف الاحمال، لكن الحكومة أكدت أنها ستعمل على الانتهاء من تخفيف الأحمال عن طريق توفير الموارد اللازمة، أو بمجرد ما يتم توفير الموارد اللازمة سيتم بطبيعة الحال وقف تخفيف الأحمال. وهنا يعني خلينا بس نأكد أستاذ عمرو على نقطة مهمة، أنه الحكومة مدركة تمام الإدراك للأعباء الملقاة على المواطنين من جراء تخفيف الأحمال، والحكومة مدركة لكافة الأعباء سواء في قطاع الكهرباء أو غيره من القطاعات الأخرى، ولذلك فإن الحكومة يعني بتعمل على الانتهاء من هذا الأمر وتجنب تخفيف الأحمال في أقرب فرصة ممكنة عندما تتوفر الموارد اللازمة لتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، ولذلك يعني بطمن حضرتك من الناحية ديت إن الموضوع مش مستمر إطلاقا. لغاية إمتى؟ شهرين، ثلاثة، أربعة، خمسة؟ من يعني خلينا نتفق انه من الصعب انه ادي لحضرتك موعد يعني حال بصوره فوريه حالا، لانه الفكره هي انه الدوله يعني خلينا نتفق على انه تزايد او الضغوط على شبكه الكهرباء زي ما حضرتك ذكرت مش من المناخ، ولكن الضغوط هي جايه بالاساس من التزايد الاستهلاك، والتزايد الاستهلاك مرتبط بالمشروعات القوميه
الإنسانية، التوسع العمراني، كل الضغوط ديت بتستوجب توفير قدر كبير من الطاقة لتشغيل شبكة الكهرباء. توفر الموارد اللازمة لاستيراد الوقود لتشغيل شبكة الكهرباء، هذا الأمر يعني بيمثل مبلغ كبير. الدولة استطاعت من خلال توفير السيولة الدولارية إن هي توفر قدر لا بأس به من احتياجات شبكة الكهرباء، لكن لازم نعترف إنه ما زلنا في حاجة إلى المزيد من الموارد. بمجرد توفر المزيد من الموارد إن شاء الله سينتهي تخفيف الأحمال. ولذلك يعني الفكرة هي إنه الحكومة يعني بتتعامل مع الأمر، الحكومة لا تهمل الأمر ولا تترك الأمر كما لو كان ده طبيعي أو إنه ده سيظل وضع دائم إطلاقا. الحكومة بتتعامل معه على إنه وضع مؤقت وإنه مسؤولية الحكومة هي توفير الموارد الدولارية، وده يعني احنا بنشوفه بصورة يومية، يعني بنشوفه من خلال دعم الصادرات، من خلال جذب الاستثمارات، يعني كل هذه الأمور هي اللي بتوفر السيولة الدولارية. طب هو قطع الكهرباء ده يا فندم بيوفر للدولة قد ايه؟ يعني ايه الرقم اللي انتوا طلعتوا بيه؟ يعني تقريبا خلينا نقول انه زي ما حضرتك اشرت تقريبا انه سنويا ممكن يوفر المبلغ اللي حضرتك اشرت اليه مليار، تقريبا المليار دولار. لكن هي النقطه الاساسيه استاذ عمرو، خلينا ان احنا ناكد على انه في نقطتين لازم ناكد عليهم. النقطه الاولى هي انه الدوله استطاعت بالفعل انها توفر سيوله دولاريه مؤخرا، واستطاعت من خلالها ان هي تواجه اهم تحدي قدام الدوله وهو ضغط سوق النقد وضغط سعر الصرف. والكهرباء هي او احدى الاولويات الاساسيه للدوله، لكن هناك المواطن ليه اولويات ثانيه، يعني لا يجب اننا نغفلها، واننا لو زي ما بعض الناس بيقولوا اننا ندي اولويه فقط لقطاع الكهرباء، طيب هنعمل ايه في الاغذيه؟ هنعمل ايه في الادويه؟ هنعمل ايه في مستلزمات الانتاج؟ هل المواطن يجوز ان احنا نقول له ان احنا هنوفر لك كهرباء بس مثلا هنقطع الادويه؟ استحال. ففي اولويات للدوله، الدوله حريصه على مصلحه المواطن. احنا بنرشد استخدامات السيوله الدولاريه اللي تم توفيرها، وفي نفس الوقت بنراعي الاحتياجات المختلفه. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، لازم ندرك انه المبالغ او السيوله الدولاريه اللي تم توفيرها احنا بنحصل عليها تباعا، وبالتالي يعني برضو مش عايزين نوصل فكره او نوصل معلومه خاطئه للمواطن ان الدوله عندها مليارات كبيره في الوقت الحالي. لا لا لا، ما هو كمان في اعباء، في حاجات بتدفع، والفلوس دي جايه على 3 4 سنين، مش هتيجي كلها مره واحده. بالضبط. وفي نقطه بقى اهم يعني يجب ان احنا ندركها في موضوع الكهرباء تحديدا استاذ عمرو. النقطه الاساسيه هي ان الدوله ما زالت لم تتخلى عن المواطن، ولذلك اغلبيه تكلفه الكهرباء اللي بيتصل للمواطن الجزء كبير منها الدوله بتدعمه. حضراتكم عندكم خبر ان المصريين او غالبيتهم، في ناس يمكن يعني عندهم قدره على التحمل اكتر من ناس، ولكن غالبيه المصريين مش حابين قوي فكره استمرار انقطاع الكهرباء لمده اطول؟ والله يا فندم يعني انا اؤكد لك احنا الدوله يعني تدرك تماما الاعباء الملقاه على المواطنين من قطع الكهرباء، يعني احنا بندرك هذا الامر تماما. ولذلك احنا الدوله قررت ليه على اشتغال شهر رمضان انها توقف تخفيف الاحمال، لانها مدركه انه في اعباء ملقاه على المواطنين، فهذا الامر نحن ندركه تماما. ولكن من ناحيه اخرى كما ذكرت لحضرتك وباكد مره اخرى انه في اولويات للانفاق على احتياجات المواطنين واولويات المواطنين، وما ينفعش ان انا اهمل قطاع على حساب قطاع، ان انا اركز على قطاع على حساب قطاعات اخرى. يعني على سبيل المثال كما ذكرت لحضرتك انه في اللحظه الحاليه احنا بنلجا الى تخفيف الاحمال حفاظا على موارد الدوله للاولويات الاخرى زي الدواء، زي المواد الغذائيه، زي مستلزمات. ما هي يا فندم مرتبطه كلها ببعض. ما هو الانتاج يا فندم، فعشان كده ما هو الانتاج برضه محتاج كهرباء، وانه المواطن يعرف يعيش محتاج كهرباء. يعني ما هو برضه هي فكره الاولويات موجوده هنا. دور الوزاره طبعا في اللعب بالاوراق، يعني ان هو يقدر يسحب من هنا ويودي هنا، وانا يعني مش بقلل من الرقم، انما مليار دولار بالنسبه لدوله زي مصر مش رقم صعب.
يعني يمكن تغطيته، ولكن انتوا أدرى طبعا يعني ممكن تغطيته زي ما حضرتك بتقول. بس حضرتك قول لي يا استاذ عمرو، هل حضرتك تحب ان الحكومه المليار دولار يتم انتقاصهم او خصمهم من، واحنا لازم ننقي ما ينفع يعني واحنا لازم ننقي طريقه نتعذب فيها يعني يا دي لا ما هي لا ما يعني شيء. خلينا يا استاذ عمرو، خلينا زي ما تعلمنا في علم الاقتصاد يا استاذ عمرو، في الموارد الاقتصاديه محدوده وفي حاجه اسمها تكلفه الفرصه البديله. فلو حضرتك كان في مواردك المحدوده قررت توجهها لقطاع الكهرباء فقط، حتما ده هيكون على حساب اولويه اخرى من المواطن. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان مش عايز انه اصور للمواطن ان الدوله عندها امكانيه لحل مشكله الكهرباء وهي متقاعسه اطلاقا. الدوله لجأت مجبره لتخفيف الاحمال لمده ساعتين فقط لتجنب الضغط على أولويات أخرى أكثر إلحاحا على المواطن زي الأدوية. هل ينفع أن أنا الدولة تطلع تقول للمواطنين ما هو فندم في قرار بزيادة أغلب الأدوية زي 50% في الوقت القادم ده أو في الكام يوم اللي جايين ده، بنسمع طبعا من الناس اللي شغالة على هذا الأمر، يعني برضو الأشياء التانية بيرتفع أسعارها. يعني ما هو رغم التضحية برضو هذه المجالات بترتفع فيها الأسعار. لا يعني خليني أقول لك، يعني خليني أرد على النقطة دي في نقطتين مهمين، يعني خليني أقولهم، ويمكن في معلومة عايز أقولها يا أستاذ عمرو يمكن لأول مرة، يمكن ربما لم يتسنى أن احنا نعلنها قبل كده ولم يتسنى يمكن المواطنين أن هم يعرفوها. أولا يعني بخلاف اللي أنا ذكرته أن الدولة ما زالت بتدعم بقدر كبير الكهرباء اللي بيتم إيصالها للمواطنين، في نقطة مهمة وهي أن الدولة تحملت على عاتقها عدم تخفيف الأحمال على المستشفيات وعلى المصانع والمنشآت الحيوية، فدي نقطة برضو يجب أنها تؤخذ. لا ما هو دي مكان، لا يا فندم معلش أنا آسف، دي ما فيهاش هزار. دي مش حاضر أقول لحضرتك كتر خيركم، لانه لا يعني استاذ عمرو خليني بس اكمل بعدين. انا بقول النقطه دي ليه؟ عشان يعني عشان اؤكد لحضرتك ان الدوله مدركه للاعباء والحدود الامكانيه تحميل ان احنا ممكن نضغط او نحمل على كاهل المواطنين، فالدوله مدركه لهذا الامر والدوله بتدعم المواطنين. النقطه الثانيه اللي حضرتك قلتها ارتفاع اسعار الادويه، اولا يعني يجب بس ان احنا نوصل معلومه صح للمواطن انه التامين الصحي سيتحمل التكلفه وسيسعى لتوفير الادويه للمواطنين، فما يجبش ابدا ان المواطن يقلق من النقطه دي. ناس كتير عايزه تعرف هي فلوس راس الحكمه جت كلها ولا لا، ناس كتير عايزه تعرف هي فلوس راس الحكمه هتروح فين، هيتعمل بيها ايه، ناس كتير عايزه تعرف كل الفلوس اللي جايه لمصر دي اللي هو بتاعت الاتحاد الأوروبي جاية إمتى، الفلوس اللي جاية من صندوق النقد الـ8 مليار دول هيجوا إمتى، هيتعمل بيهم إيه. أزيدك كمان من الشعر بيت، هي مصر هتبيع إيه من هنا لآخر السنة، إيه الأشياء اللي هتتباع في مصر. فهتقول لي يا عمري يعني المعلومات دي موجودة؟ آه المعلومات دي موجودة في رزمة الورق دي، دي المراجعة بتاعت صندوق النقد في اجتماع الربيع دلوقتي كان بيتعمل، وطلعوا المراجعة ديت عن مصر. شايفين قد ايه؟ طبعا لحضراتكم هتقروا الكلام ده ولا انا هقراه، يعني انا قريت طبعا ملخص العلامات الاساسية الارقام اللي تهمني الملخصات، فلو حضرتك مهتم تعرف الاجابات ديت لو سمحت فضي نفسك 10 دقايق، هو المفروض ياخد اكتر من كده، انما هحاول من خلال احد المتخصصين في ظرف 10 دقايق اقول لحضرتك ايه اللي هيحصل. دي مساله مهم جدا تعرف، لان كل واحد يقول لك ايه، هو مش الفلوس جت بقى ولا ايه، الفلوس دي بقى احنا نصيبنا فيها قد ايه. الاجابه هنا، هي الدوله بتبيع بقى الاصول ولا الاجابه هنا. طيب في معلومه ناس كتير ما تعرفهاش، إن الصندوق ينتظر من مصر إصلاحات في 15 نقطة، ناس كتير ما تعرفش المعلومة دي. الصندوق بيترقب
اصلاحات في مصر 15 حاجة، لا 2 ولا 3 ولا 4، لا 15. ويقول الصندوق أن مصر لم تلتزم إلا بنصف هذه الأشياء. النص الثاني اللي الصندوق مستنيه نجاوب برضو. الصندوق ينظر إلى أشياء معينة يجب أن أسعارها تزيد، إيه هي؟ طيب بين قوسين علشان بس من الأول نبقى واضحين، الصندوق لا يأمر، الصندوق لا يلوي دراعك، ولكن الصندوق عنده بيديك فلوس. والله احنا اتفقنا مع بعض انك هتعمل الحكايات ديت تاخد الفلوس، ما تعملش الحاجات ديت نوقف الفلوس. فالموضوع في ايدك، هل انت مستعد تلتزم بكل الحاجات دي؟ القسط يمشي، يعني كان في مبلغ بتاع راح اصرفين لك 850 مليون دولار، رقم جيد يمشي حالك. طيب بقيت التمانية، بقيت التمانية حسب تحركاتك، حسب ردود أفعالك. فلازم تفهمه أنه مفيش شرط، يعني مفيش أنت لازم تعمل، بس في أنت قعدنا مع بعض واتفقنا على فلوس، الفلوس ديت هتدفعها لما تعمل، لو مش هتعمل هقعد استنى جنبك لغاية اما اشوف الاصلاحات ديت. عايز اقول لحضراتكم معلومة وليس استنتاج، ان الصندوق عنده مشاعر ايجابية انه يساعدك. ليه؟ دي بقى نجيب واحد بتاع سياسة مش بتاع اقتصاد، انما الصندوق عنده مشاعر ايجابية كده انه يقف جنبك لأسباب كثيرة لا علاقة بالموقف السياسي المصري في المنطقة. فهو عايز يعمل لك الحاجة اللي تساعدك، ولكن انت هتقدر تعمل له كل اللي هو عايزه؟ ده سؤال. انما برضو زي ما بقول لحضراتكم، وفاكرين من سنة ناس كتير زعلت مني، قلت لك الصندوق عايز ثلاث حاجات اتعملوا كلهم طبعا، اتعملوا كلهم طبعا. فاكرين اما قلت لك هو بيقول عايز يشوف مرونه؟ حصل. هو عايز يشوف تخارج الدوله؟ حصل. هو عايز يشوف الفايده بتعلى علشان تقل؟ حصل. يعني هو عايز يشوف وقفتك جنب الفئات الغير قادره على النمو جوه المجتمع؟ حصل. يعني الحاجات اللي هو طالبها اتعملت، وعلى اساسه جي قال لك ايه؟ قال لك احنا كنا بتلاتة، احنا هنديك تمانية، بس احنا برضو لازم نتفق. هو قايل في التقرير ده انت هتبيع ايه وبكام؟ هو اللي بيقول. التقرير ده ليس سريا ولم يعطى لعمرو اديب علشان هو اعظم برنامج في الشهر، لا خالص خالص خالص. التقرير ده موجود في كل مكان، يعرفه كل الناس، ونازل منه أخبار على الصحافة المصرية وبتاع. لكن المسألة إنه أنا عايزكم تعرفوا بالظبط بشكل مبسط إيه الحكاية، لأنه هو ده دستورنا الاقتصادي، مش علشان برضو محدش فاهم، مش غصب، ولكن إنه لو سمحت إحنا شايفين إن أنتوا تمشوا كده. انت كان عندك قبل كده نفس الشيء، جيت وقفت في مرحلة فقالوا لك طب خلاص خلينا نقف بقى شوية لغاية ما حضرتك تقدر تنفذ اللي احنا اتفقنا عليه. هو ما بيجبركش على حاجة، انت ما بتقعد معاه يقول لك والله انا علشان اضمن ده انا عايز ده، تقدر تعمل ايه؟ فانت بتقول له انا اقدر اعمل واحد اتنين تلاتة. فالعلاقة مع الصندوق علاقة جيدة جدا الان لأسباب كتيرة، هي علاقة جيدة، وفي الغالب اللي بتطلبه بتاخده. احنا تاني دولة بعد الارجنتين في كميات الاموال اللي بناخدها والتسهيلات وهو الاخر وكل الكلام ده. ايه الحكاية؟ ايه الاخبار؟ في اخبار جوه الكلام ده، في اصله انا مش بتكلم على شيء لا هو غير رسمي او منظمة بتدرس، لا 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 لا، دول بتوع بيزنس. فإيه اللي هيحصل؟ الفلوس فين؟ الفلوس هيتعمل بيها ايه؟
ليه ده كله؟ كل ده كتير جدا، جوه جداول واحصائيات وارقام وحاجات ليها علاقه بالبنك المركزي والفلوس بتتعمل، وملاحظاتهم على البنوك المصريه، وملاحظاتهم على الديون المحليه وعلى الديون الخارجيه وكل شيء. معانا الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، اهلا بك يا دكتورنا. اهلا وسهلا بحضرتك. ملاحظات مبدئيه عن هذا التقرير، ايه ملاحظاتك؟ طيب، هو عامه كملاحظات عامة، أولا التقرير يعني فنيا يمكن من أقوى التقارير اللي هم أصدروها، في مستوى تفاصيل عالي جدا عن قبل كده. الحقيقة في بعض البيانات بالنسبة حتى للمتخصصين إحنا بنجد صعوبة إن إحنا نلاقيها في مصر، يعني وموجودة في التقرير بشكل يعني مفصل جدا. ورابعا يعني برضو الكلام اللي موجود لو اتطبق هيكون الحقيقة في إفادة كبيرة يعني. طيب خلينا نبتدي بالأخبار، وانا عشان يعني الارقام انا واقف جدا عن ان هم عملوا حسبه كده وقالوا الفجوه التمويليه في مصر قد ايه. ممكن حضرتك تكلمنا يعني ايه فجوه تمويليه وهم حسبوها ازاي؟ كلام حضرتك كلام مهم جدا، لان الفجوه التمويليه هي اصلا اساس الشغل مع الصندوق. ما هو الصندوق هو مش جاي لك يدي شروط قدر ما هو جاي لك يساعدك انك تقفل الفجوه التمويليه. الفجوه التمويليه معناها ان مصر بيخش لها دولار وعندها احتياج لدولار، فهو جه حسب قال لك انت الدولار اللي داخل لك من مواردك بقى الاساسيه بقى، سواء بقى سياحه، مصريين في الخارج، تصدير، استثمار اجنبي مباشر، ثم من الناحيه الثانيه انت عايز بتستورد، انت عليك اقساط ديون، انت عليك، فانت عندك حاجه اسمها فجوه تمويليه، الدولار مش موجود عندك. فالفجوه التمويليه اللي هم حاسبين لها هي مقدره 28.5، بالمناسبه دي حتى نهايه البرنامج، دي مش النهارده، دي لحد 26، اللي هم قدروها 28.5 مليار، دي مش دلوقتي يعني مش السنه دي، ده على مدار الثلاث سنين بتوع البرنامج. فهو بيقول لك بعد ما جات لك الفلوس بتاعت راس الحكمه، وبعد فلوس الصندوق اللي هي برضو مش كلها في سنه واحده، وبعد الفلوس اللي جايه لك من الاتحاد الاوروبي، وبعد وبعد بعد لغايه سنه 26 انت عليك 28 مليار. انت لازم تشتغل عليهم، لانك ما انت مش هتقفل على الكلام ده، انت عندك استثمارات لازم تكتسبها، عندك يعني شغل محتاج تعمله. خليها، ما هي المكنه مش بتشتغل بس على القروض والاعانات. فعلشان التبسيط المخل الدوله لازم تشتغل على 26 مليار لغايه سنه 28 مليار لغايه سنه 26. وبالمناسبه الرقم ده مش رقم مرعب، يعني الرقم ده بتتكلم انك انت مثلا تزود صادراتك 5 6 7 مليار بكل سنه، تجيب استثمار مباشر اكتر، يعني امور تداركها ما هوش بالصعوبه الشديده يعني. طيب جوه التقرير ده اخبار عن حاجات مصر هتبيعها، اصول ستبيعها مصر، سواء كانت اصول حكوميه أو مشاريع استثمارية من هنا لغاية العام المالي أما يخلص. هنبيع إيه؟ وإيه الأصول اللي إحنا هنجيب عليها فلوس؟ وفي أرقام واضحة. وفي أسماء مشاريع واضحة. خليني الأول بس الأول عايزين نفسر ما بين حاجتين، الاثنين نقطة حضرتك قلتها في الأول أنا عايز بس أدوس عليها شوية. ال 15 بند اللي احنا بنتكلم عليهم دول اللي هم كالشروط، الشروط ديت عباره عن مؤشرات اداء، يعني بيقول لك نسبه الدين محتاجه تبقى كذا، لكن اللي هو بيتكلم عليه سواء عن اصول محتاجه تتباع، سواء عن معاملات او سياسات عامه، دي بيقول لك دي الحاجات اللي من شانها ان هو يساعدك، لان التقرير اصلا بيتقسم ليه اربع حاجات. اول حاجه بيقول المستجدات، احنا شايفين المشهد شكله ايه، المستقبل والمخاطر شكلها ايه، بعد كده بيقوم ضرب 15 مؤشر بيسميهم مؤشرات الاداء الكميه، انت المفروض يبقى عندك الدين كذا، المفروض الاحتياطي بتاعك يبقى كذا، هو دول اللي بيحاسبك عليهم وبيصرف عليهم الفلوس. الحاجات الثانيه هي بتؤدي الى حدوث هذه المؤشرات، لكن هي ليست بالضروره اجبار، يعني هم ما يقدرش يقول لك هينصح يقول احنا عندنا محتاجين علشان نزود رقم الاحتياطي، يعني بننصح ببيع الاصول، بننصح بتخارج الدوله، احنا عشان نساعد في ان يبقى في مناخ خاص بالاستثمار لازم يبقى في شفافيه في المعلومات، ومناخ الاستثمار يبقى له شكل معين. فكل هذه الامور هي ليست امور اجباريه، لكن هي امور بتقول احنا والله نرتقي
ان عشان تحقق 15 مؤشر دول محتاج تعمل كذا. بالظبط. ما عملتهمش وحققت المؤشرات وشكرا، لكن هو ليس من المنطقي انك انت تقدر تحقق المؤشرات من غيرهم. طب احنا عرفنا منهم خبر وكلنا المصريين كلهم قاعدين يراقبوا الرقم ده، انه جاي لنا 14 مليار دولار من صفقه راس الحكمه في 30 ابريل الحالي اللي هو اليومين الجايين دول. فكان المصريين كلهم مش عارفين اذا كان القسط جه ولا ما جاش. فالصندوق بيقول لنا ان ال 14 مليار الحمد لله هيجوا ويهبطوا في مصر 30 ابريل. ده اول خبر عرفناه. بالظبط. فدول اتفضل حاجه. دول هيروحوا للبنك وهم قالوا الفلوس هتتصرف في ايه برضو؟ بالظبط. الفلوس كمان. الفلوس هتتصرف في ايه؟ عشان الناس كل المصريين قاعدين يبصوا لل 24 مليار بتوع راس الحكمه، بيبصوا للثمانيه بتوع وهم الصندوق قايل الفلوس دي هتتصرف في ايه؟ ممكن تقول للناس الفلوس دي هتروح لمين وهتتصرف في ايه؟ احنا عندنا جزئين الفلوس دي هتتم اليوم. اول حاجه ان الفلوس هيتم استخدامها لزياده احتياطيات البنك المركزي وفي تمويل عجز الموازنه لتقليل نسبه الاستدانه. دولت الشقين الاساسيين اللي هتروح لهم الفلوس دي. طيب انا فهمت، معلش عشان دي تبقى واضحه للناس، معلش انا مضطر ارجع للورق لان انا مش كل حاجه هقدر ابقى حافظها. أنا فهمت إن جزء كبير من الفلوس اللي جاية لنا ديت هتكون علشان نسدد بيها الدين العام أو المديونية. يعني أغلب فلوس رأس الحكمة ديت هتتصرف في ديون، هتتسدد ديون. أنا فاهم صح؟ كلام سليم. علشان بس انا عايز اقول بالظبط الرقم كام، ان هو في 12 او 13 اللي هو تقريبا كل اللي جايين دول هيروحوا للبنك المركزي، وان البنك المركزي يبتدي يسدد بيهم الديون. يعني الفلوس دي لن تكون متوفرة لاي شيء اخر، دي تسديد ديون. انا فاهم صح؟ كلام حضرتك سليم. او انها تعفيك من اصدار ديون اخرى. ايوه بس اقصد في النهايه هي توقع صندوق النقد ان يكون تم صرف شريحه القرض البالغ كذا مليون وستة من عشرة مليار دولار على ان يتم صرف نحو 1.2 مليار جنيه بنهايه سبتمبر من العام ذاته، فيما يصل حجم الشريحه التاليه. دي الشرايح اللي هو هنا بقى ينتظر ان تتلقى مصر 14 مليار دولار من صفقه راس الحكمه بحلول 30 ابريل الجاري. ووزاره هنا بقى بيقولوا بقى هيروح فين الفلوس. ووزاره الماليه ستحصل على 12 مليار دولار بالعمله المحليه ناصبه ستقوم بتوجيهها لخفض الدين العام. اشرح للناس الكلام ده، يعني هيجي لك ال 14 الجايين دول على طول الدكتور محمد معيط ياخد منهم 12 يشتغل على الدين العام ياخدهم بالجنيه المصري. ممكن تشرح لنفس الحته ديت؟ طيب احنا عندنا دلوقتي هنيجي نتكلم على الموازنه المصريه، عندنا تقريبا حوالي 50% منها بيتم تمويله عن طريق العجز، بمعنى انك انت الحكومه بتطرح سندات من شأنها ان هي بتستلف عليهم في الدين المحلي اللي هو بلغ حجمه طبقا برضه الكلام الموجود في التقرير ده تقريبا 103، يعني مقوم بالعمله المصري ما قيمته بسعر الصرف اليوم 133 مليار دولار. ده حجم الدين المحلي المصري الموجود حاليا. ففي حاله عدم دخول هذه السيوله لدعم الموازنه الحكومه تضطر ان هي تستلف من مرة أخرى من البنوك أو من المركز علشان بالضبط علشان يكون عندها فائض الإنفاق، لأن الموازنة مخنوقة علينا. أنت عندك الموازنة تقريبا تكلم بتاع السنة دي 62% منها رايح لخدمة الدين. فخدمة الدين دي بتتم يا إلا عن طريق أنك أنت تنزل الدين ده شوية، يا إلا أنك أنت تعمل له إعادة تمويل، تقوم نفس الفلوس اللي بتستلفها مستلف عليها ومستلف ازيد شويه علشان تحرك نفسك مستقبلا، وتفضل في دايره مفرغه الموازنه العامه ومواردك بيتخنق عليها لانك انت بتستبدل الدين بدين جديد. فجزء منها يخش لتمويل الموازنه عن طريق ان هو يعفيك
من انك انت تزداد في الدين المحلي. طيب قالوا كمان ده برضو التقرير بتاع الصندوق، ان هيئه المجتمعات العمرانيه باعت للبنك المركزي 15 مليار دولار من قيمه صفقه راس الحكمه. ده يعني ايه؟ ده يعني ان هي لم تحتفظ بيها، لان هي في الاخر اللي عملت الصفقه هي اللي هي في الاخر قال صاحبه الارض يعني او صاحبه المشروع. بالضبط، هي صاحبه المشروع وهي ايلوله الاموال بتروح ليها، لكن هي لن تحتاج لهذا المبلغ بالدولار، وتديها للبنك المركزي وياخد تاخد مكانها مصري علشان تزود من رصيد الاحتياطي اللي هو طبقا للتقرير الاخير الاحتياطي تم زيادته او كان قبل ما تخش دي في التقرير بتاع مارس وصل ل 40 مليار، فابتدي الاحتياطي النقدي الاجنبي بتاعك يتحرك لقدام. وبعدين قال لك في 6 مليار دولار سيقوم البنك المركزي بتوجيهها للقطاع المصرفي لتسهيل تسويه المتاخرات من النقد الاجنبي. ده بقى اللي هو ايه؟ اللي هو التدبير، مش كده؟ بالضبط. والى جانب ذلك عندنا برضو من بعض المتاخرات اللي هي المتاخرات الخاصه بالحكومه نفسها، طرف الشركاء الاجانب في البترول. عندنا حوالي 4.5 موجودين حاليا حتى هذه اللحظه. فعلى بلاطه كده الفلوس اللي جايه لنا ليها منافذ واضحه جدا لا علاقه بالعجز في العمله الاجنبيه والعجز في الموازنه. لا، جزء منها طبعا هيبقى له علاقه بعجز العمله الاجنبيه، لان هي جزء منها عندما يتحول الى مصري فتاخده فتاخده مثلا هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، الجزء الدولاري ده هو اللي بيقفل الجزء الخاص بالفجوه التمويليه، لان هي قبل ما ندخل في الجزء الخاص براس الحكمه وقبل هذه الامور كانت الفجوه التمويليه عاليه جدا، فاللي احنا بنحاول نعمله احنا نحاول نقفل الفجوه التمويليه ان احنا نجيب سيوله دولاريه اكثر. طيب هم بيتكلموا عن احنا هنبيع ايه؟ هم واضحين بيتكلموا على محطتين طاقة اللي هم الزعفرانة وجبل الزيت، ان احنا دول هنبيعهم وهيجيبوا رقم معين موجود برضو في التقرير. والكلام عن الموضوع ده من سنة 21 وهو شغال، وجه اكتر من ثلاث يعني اطراف مهتمه واتكلموا في هذا الموضوع. الموضوع ده من المواضيع اللي هي قيد البحث المستمر. طيب. لكن هم يتوقعوا ان خلال فتره الاتفاقيه يتم بالفعل التحرك في هذا الاتجاه، فدي معلومه معروفه سلفا، لكن هم هنا بيتوقعوا ان احنا نتمم بقى هذا الامر. يعني ده حاجه مش هم لسه قلنا عليها، ده احنا حاجه احنا كنا شغالين فيها وبقى لنا فتره كمان. هو بيقول لك انه من الحاجات اللي مضايقاني انا كصندوق ان انت مش شفاف لما بتيجي تعمل المناقصات بتاعتك. انا لازم اشوفك اما بتيجي تطرح مناقصه مين اللي داخل وقدمه كام ومين اللي كسب وكسب ليه. يعني هو بيقول لك انا لغايه دلوقتي مش شايفك شفاف في النقطه دي. دي من النقاط اللي هم عندهم فيها مشكله، انه ما ينفعش تتعمل اسناد لمشاريع بالامر المباشر. ده الصندوق اللي بيقول صح. انا فاهم صح. وخلينا نعلي بس الفكره، هو ليه اصلا بيقول كده؟ عشان برضه ايه ما نبقاش بنبص على الموضوع في اطار التدخل. هو في الاخر احنا بنحل ايه؟ احنا قلنا من الاول احنا بنحل فجوه تمويليه. طيب عشان تحل فجوه تمويليه دي معناها لازم يجي لك استثمار خارجي. فهو بيقول لك الاستثمار الخارجي جاي لك ازاي وانت مش شفاف؟ يعني انت عندك اشكالين في الاستثمار الخارجي، هي عدم التنافسيه وعدم الشفافيه. بقول لك انت دلوقتي عندك حاجتين محتاج تعملهم. اول حاجه فيهم ان الحكومه تتعهد بنشر جميع عقود المشتريات التي تزيد قيمتها عن 20 مليون جنيه على موقع مفتوح متاح للجميع، عشان ما بقاش فيه اسناد مباشر بيتم ومحدش شايفه. وبعد كده قال لك وكمان تنشر لي الاعفاءات والمزايا للشركات المملوكه للدوله، عشان لما يجي حد يتنافس وانت سواء من المنافسين المحليين او انت وانت بتستقطب مستثمرين اجانب جداد جايين لك، يبقوا برضو عارفين المستوى التنافسي شكله ايه. فده برضو بيعود على نفس الفكره، ان لو احنا ربطناها بمؤشرات الاداء هتبقى بتصب عندك انك انت عايز تزود في مؤشر اللي هو الاستثمار الاجنبي المباشر وزيادته. هو برضو بيقول لك ان من ضمن الحاجات اللي قلقاه غير موضوع المناقصات، انه الجهات الحكوميه ما بتدفعش فلوس اللي عليها،
وبيقول ان المدفوعات من والى وزاره الماليه مع الهيئه العامه للبترول، الهيئه العامه للسلع التموينيه، هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده، الهيئه الوطنيه للبريد، الهيئه القوميه لسلك حديد مصر، بنك الاستثمار القومي، البنك المركزي المصري، شركه الكهرباء القابضه، الشركه القابضه للمياه والصرف الصحي، ومصر الطيران. هو بيقول لك انه في مدفوعات متاخره ما بتندفعش. كلام سليم، والموضوع ده داخل في الجزء الثاني. يعني خلينا برضو عشان نرجع دائما نكون بنتكلم على النقاط دي في اطارها. الجزء الاولاني اتكلمنا فيه على موضوع الشفافيه خاص بفكره جذب الاستثمار. الجزء اللي حضرتك ذكرته ده خاص بفكره السياسه الماليه، بيقول لك انا عايز نظام مالي، انا عايز اعرف انت عليك ايه، اولك ايه واخرك ايه. هو مش بس بيقول ما بتدفعش، ده هو بيقول ان هو مش عارف التزامات. يعني بيقول ايه، ان الحكومه لازم تتعهد بنشر التزاماتها تجاه الهيئات اللي حضرتك ذكرتهم دول. بيقول لك انا عايز اعرف انت الدين بتاع الهيئات بتاعك شكله ايه، لان ده في الاخر التزام دوله. فانا ما ينفعش ان انا بكون بحاول اساعدك في فجوه تمويليه وشايف قدامي دين عام خارجي. دين عام الخارجي بالمناسبه اكثر حاجه في مصر يعني تحت المراقبه، لان هي بتطلع في تقرير البنك المركزي. يليها بالمقام الثاني الاصدارات بتاعه اذون الخزانه. الحته بقى اللي حضرتك ذكرتها دي بقى ايه، هي الحته العاميه دائما وابدا. اقول لك معلش بقى ايه، كل 90 يوم تنشر كده تقول لي التموين عليهم كم، مصر الطيران عليها كم، ديونهم كلها كم عليك، عشان اعرف مين ليه ومين عليه. لان انا كده هعمل دمل في الاخر، في دمل بعد ما احنا تخيلنا ان في كل حاجه نلاقي في دمل في الاخر. اوبا معلش الشركه دي عليها 20 مليار، دي راحت اتسلفت مش عارف كذا. يقول لك لا معلش ايه، اجمع لي كده كل الفلوس اللي عليك حته واحده وكل 90 يوم فرجني عليها. طيب هو مش ملمح، هو واضح ان هو شايف لغايه دلوقتي ان اسعار الوقود يجب ان ترتفع. انا فهمت صح؟ كلام سليم. هو من فتره بيتكلم على هذه الجزئيه، وهو دايما بيتكلم على كل ما له علاقه بالدعم العيني بشكل عام. يعني دائما وابدا هم عندهم اشكاليه كبيره في الدعم العيني. هو حتى كمان بيحاول يوازن الامر ده فكره التوسع في الدعم النقدي المشروط او الدعم النقدي بشكل عام، لكن هم دايما شايفين ان فكره الدعم العيني ديت في اشكاليه، لانه بيسيبك يعني عرضه لتغيرات عالميه. بمعنى انت عملت موازنتك على برميل بترول ب 90 وانت في منطقه ساخنه، حصل لا قدر الله اي شيء وصل ل 120، طب ما ده كان موازنتك. فانت كده اضطريت الفلوس اللي احنا حاطينها ومظبطين عليها ديت، انك انت في لحظه واحده تقوم الفلوس دي كلها تنسحب في بند مش معمول حسابه، لان هو بند قابل للزياده والنقصان. قابل للزياده لو النقصان خير، لكن هو على الاقل قابل للزياده، فيعمل مشكله ماليه عندك يخليك ترجع تاني في الحفره بعد ما حاولت تخرج منها. فده يمكن الاساس اللي هم بينطلقوا منه لما بيتكلموا على الجزئيه دي. بعد شهور قليله هل انت راضي على تجربه مرونه العمله في مصر الان؟ ده سؤال لي انا ولا سؤال الصندوق؟ لا يا فندم الصندوق، ما انا عارف رايه. رايك انت ايه؟ هو الصندوق راضي. لا هو الحقيقه التجربه حتى هذه اللحظه، احنا كنا اتكلمنا فيها في مداخله سابقه وتحدثنا عن فكره امتى الاسعار هتتحسن وامتى الدنيا تبقى كويسه. حتى هذه اللحظه المؤشرات اللي موجوده عندنا ان هو طالما الناس قادره تدبر علشان تقوم بعمليات تجاريه ولا تلجا لسوق موازي باسعار مختلفه، وتقدر تسعر مستقبلا من 3 شهور 6 شهور قدام على سعر هم شايفينه، طبعا التجربه حتى هذه اللحظه تجربه جيده. يلزمها فقط الاستدامه، ان الناس تقدر كل ما الناس تكتسب الثقه، كل ما وهي بتسعر بتحاول ان هي عارفه ان انا خلاص، ان انا مش زي مثلا سنتين فاتوا انا مثلا والله وسعر في بنك 30 بس انا بضرب 60 من عندياتي. فدلوقتي لو بالمرور الوقت هتبتدي الناس يحصل عندها عمليه اعتياد لسعر صرف، يعني بيتحرك زي ما هو بيتحرك كده في اطر معلومه، ما يبقاش في سعر موجود في البنك ويجي للشركه تحاول تخلص بضاعه وكده ما تلاقيهوش. يعني حتى هذه اللحظه التدبير شغال في البنوك بشكل جيد. والحقيقه برضه في بعض اسعار الخامات الاساسيه، يمكن اسعار لم تنعكس بالشكل الملائم لسه على المستهلك، لكن على الاقل في اسعار بعض الخامات الاساسيه اللي هي بتعكس سعر الدولار الخارجي، ابتدت الاسعار فيها يبقى لها نوع من انواع الثبات وتدخل في اطارها المعقول. طب بشكل عام، معلش انا عارف ده تبسيط مخل، انت شايف تقرير زي ده بالنسبه لنا مطمئن ايجابي ولا في اي مشكله؟ طيب خليني بس الاول، في حاجه الناس اعتادت على حاجتين، الناس تقبل مخرجات الصندوق ده بحاجتين. في جانب يقول لك دي شهاده ثقه في الاقتصاد المصري،
وجاني بيقول لك صندوق النقد لا يريد لمصر الخير وبيعملوا فينا، هو هي لا هي دي ولا هي دي. هو حضرتك الحقيقه في الاول قلت كلام مهم جدا، وهو ان ده ما هو الا عقد اتفاق. العقد الاتفاق ده حط فيه بعض الشروط. هو ادى هنا في اول التقرير عنده يعني جزء في التقرير اسمه المستقبل والمخاطر، بيتكلم عن نمو وعلى الحاجات اللي هتحصل في اقتصاد مصر في السنين الجايه، وشفت انه جزء منه كبير ايجابي. يعني هو بيتكلم على ان هو شايف ان عندك اكبر عنصر بيهدد البرنامج هو الفشل في الاستمرار في سعر الصرف الحر، وبالمناسبه ابتدى يستخدم حر اكتر من مرن، لان هما الحقيقه ملسوعين من تجربه 22، لان كانت تجربه غايه في السوق، لان احنا مره واحده يعني ثبتناه وكلبشنا في الارض وما اتحركناش. يعني طبعا يعني مش عايزين نبكي على اللبن المسكوب، لكن لو كان هناك بعض من التحرك الـ يعني المتوازن شويه في هذه اللحظه، يعني كنا يعني ممكن تبقى الاضرار اقل شويه من كده، لكن احنا مش عايزين نعيد هذا الموضوع، فهي دي الفكره. لكن هي دي المخاطره الوحيده اللي هم شايفينها يعني. لكن هو تقرير عادي، فنياته عاليه جدا الى 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 حد كبير، بيتكلم على 15 نقطه زي ما حضرتك ذكرت محدده، وبيدي بعض من الخطوط العامه للسياسات. خليني برضو أؤكد أن هذه الخطوط سواء بقى ببيع بتخارج بأي شيء هي غير ملزمة، لكن هي في الآخر هيجي يسألك عن نتيجتها. يعني هيقول لك أنت ما حصلش عندك استثمار جاي مباشر ليه؟ ده احنا حاطينه عند حسابنا. لا، أصلك أنت مش شفاف، أصلك أنت عندك في تنافس جامد للدولة ضد القطاع الخاص، أنت ما تشجعش الاستثمار. فالجزء الخاص بالسياسات دائما وأبدا ليس إملاء شروط، لكنه هو بيجرب بيديك نصايح بتحسن الأداء. والحقيقة عشان برضه أكون منصف، لما بص على التقرير ده هو بيدي إطار للحوكمة، وإحنا محتاجينه قبل أي شيء. إحنا محتاجين نكون عايشين في حوكمة، يعني يكون في مراقبة لما يحدث، يعني مش في عندك مؤشرات بتعمل، ما تبقاش شغالين من إيدك لبقك. يعني مش مجرد بنعمل خطوات وبنجري في كل مكان، لكن على الأقل بترجع وتشوف الرقم. أنا ببص على نسبة الدين، أنا ببص على رقم احتياطي، أنا ببص على رقم تضخم بيترجم الناس في أسعار. لكن ما تبقاش كلها عملنا كذا وسوينا وبتاع، يبقى الموضوع في الآخر له مردود رقمي. الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، بشكرك شكرا جزيلا.